Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle partie qui est consacrée au flux de l'énergie dans un écosystème ou bien dans l'écosystème. Alors vous allez prendre le document, vous allez écrire petit 3, flux d'énergie dans un écosystème. Flux d'énergie dans un écosystème. Et vous allez prendre le document 3, page 99. Qu'il soit le document, je tiens, page 08, très bien. Donc, dans le document 3, le titre c'est le flux d'énergie dans un écosystème. Et تدفق الطاقة داخل الحميلة البيئية. Très bien. الحميلة البيئية هو الوسط الطبيعي اللي كبير بزاف، فيه مجموعة من الحيوانات، مجموعة من النباتات، الأحجار، التربة، الهواء، الماء إلى آخره. دونك غندرسو في هذا الدوكيمون تدفق الطاقة داخل الحميلة البيئية. دونك لو فلو دينيرجي اي لو ترانسفير دو لينيرجي دان نيفو تروفيك ا لوتر. تدفق الطاقة هو تحويل الطاقة من مستوى غذائي إلى آخر في حميلة بيئية. يعني كيفاش كتمر الطاقة من مستوى غذائي إلى آخر؟ مثلا عندنا هنايا لي فيجيتو، مستوى غذائي ديال المنتجين، هنايا عندنا مستهلك من الدرجة الأولى، وهنايا عندنا مستهلك من الدرجة الثانية. غندرسو كيفاش كتمر الطاقة من مستوى غذائي إلى مستوى غذائي آخر. مثلا كيفاش كتمر الطاقة من هاد لي بلونت فيغ لو كومبانيون، et également comment l'énergie est transférée à partir du compagnon vers le pellet. Très bien. Donc, lors de ce transfert, au خلال تدفق هذه الطاقة، يعني مثلا من les végétaux le compagnon ou le compagnon le pellet، il y a une perte d'énergie. كما شفنا في الفيديو اللي قبل، هناك ضياع للطاقة à travers les différents niveaux trophiques. On a gardé les taqa en tariq had moustawayat ghidaiya mokhtalifa. Donc le document suivant permet de suivre l'évolution de l'énergie dans une chaîne alimentaire d'une prairie. Gali k had le document le wathiqa taliya satumakkin min tatabbu' tatawwur at-taqa في سلسلة غذائية دون بريري، يعني في المرش أو في واحد الحقل. يعني كيفاش غنشوفو في هذه السلسلة الغذائية اللي هي هذه، غنشوفو في هذه السلسلة الغذائية كيفاش كتمر الطاقة من مستوى غذائي إلى مستوى غذائي آخر. تخي بيان. دونك أول حاجة غنديروها، لا بروميير دي شوز سي دو كالكولي لا برودكتيفيتي بريمير نت، أو الإنتاجية الأولية الصافية نت، يعني صافية. بحال مثلا فاش كتدخل الفلوس كتحيد الضرائب، عاد كيبقى لك الصافي. لا برودكتيفيتي بريمير نت دي فيجيتو. تخي بيان. هنايا عندكم هاد الوثيقة، خاصكم تركزوا عليها هاد الوثيقة. تخي بيان. شنو عندنا هنايا؟ هنايا عندنا كما قلنا بالنسبه للايكو سيستيم الحميله البيئيه، لا سورس دينيرجي او لا مصدر الطاقه هي الشمس. الشمس هي مصدر الطاقه بالنسبه للحميله البيئيه ككل، حيت هي اللي كتعطي الطاقه للنباتات اليخضريه باش يصيبوا الكتله الحيه ديالهم انطلاقا من الماء والاملاح المعدنيه وايضا ثاني اكسيد الكربون. تري بيان. دونك هنايا عندنا اشعه الشمس اللي كتوصل للارض القيمة ديالها 197 مضروب في 10^8 كيلو جول. ملي كتوصل هاد أشعة الشمس للنبتة، بطبيعة الحال بيان سيغ لا بلونت إل نو فا با أوتيليزي توت لينيرجي كي توت لينيرجي سولير، يعني هاد النبتة ما غاديش تخدم، ما غاديش تستعمل أو لا ما غاديش تستافد من الطاقة الشمسية كاملة 100%. دونك ضروري واحد النسبة ما كتخدمهاش النبتة، هاد النسبة هي هادي 194 مضروب في 10^8 كيلو جول. 194 مضروب في 10^8 كيلو جول غير مستعملة من طرف النبتة. هاد الطاقة كتضيع، يعني ما استعملتهاش أصلا. الطاقة المستعملة من طرف النبتة لينيرجي يوتيليزي باغ لا بلونت
c'est 243,7 fois 10 à la puissance 6 kJ. يعني الطاقة الشمسية المستعملة من طرف النبتة هي 243.7 × 10^6 كيلو جول، أي أنه ما استعملتش أشعة الشمس ككل، استعملت غير واحد الجزء بسيط اللي هو تقريبا هكا. هذا الجزء هو اللي استفدت منه النبتة ولا اللي استعملته. الطاقة الشمسية المستعملة من طرف النبتة هي هذه. هذه الطاقة الأخرى كتسمى طاقة غير مستعملة وكتضيع، يعني عندنا هنايا اون بيخت دينيرجي، ضياع ديال الطاقة. perte d'énergie. Très bien. Donc, à Neptune, cette plante donc a utilisé, pardon, cette plante a utilisé Zamachdmes 243,7 fois 10 à la puissance 6 kJ. يعني هاد النبتة خدات 243 فوا 7 فوا 10 à la puissance 6 kJ، أي أن هاد النبتة الإنتاجية productivity brute PB كتعني productivity brute productivité brute productivité brute elle là elle peut se mettre l'intégrité l'ijmalia brute يعني ijmalia ماشي صافي. Très bien. La productivité brute. يعني انطلاقا من هذه أشعة الشمس كاملة، الإنتاجية الإجمالية ديال النبتة فقط 243.7 مضروب في 10^6 كيلو جول كإنتاج طاقي، كتسمى لا برودكتيفيتي بروت. كما قلنا في الفيديو اللي قبل، جزء من هذه الطاقة كيضيع في لا ريسبيراسيون، في التنفس. أي هذه النبتة خاصها تحرق السكريات باش تنتج واحد الطاقة ديالها باش تعيش بها، ما يمكنش تعيش بلا طاقة. يعني واحد الجزء من هاد الانرجي الطاقة الإجمالية، واحد الجزء منها كيضيع في التنفس. تخي بيان، إذا حنا يطلبوا منا كالكول دو لا برودكتيفيتي بريمير نت دي فيجيتو، أي بغينا نحسبو حنايا هاد النسبة الإنتاجية الصافية، بغينا نحسبو لا برودكتيفيتي نت. يعني شحال كتساوي لا برودكتيفيتي نت؟ أنا فكروا شوية. برودكتيفيتي نت ايغال شحال هنايا عندنا لا برودكتيفيتي بروت، ملي كنحيدو منها لينيرجي اللي مشات في لا ريسبيراسيون كتبقى لينا لا برودكتيفيتي نت، يعني بي بي موا ار ايغال بي ان. يعني لا برودكتيفيتي نت كتساوي la productivité brute اللي هي هادي كاملة ناقص داكشي اللي مشى لينا في لا ريسبيراسيون غيعطينا la productivité net. très bien. donc Pn égale à Pb الانتاجية الإجمالية productivité brute ناقص moins n l'énergie perdue في la respiration moins R. très bien. يعني هذه هي العلاقة باش غنحسبو لا برودكتيفيتي نت في هاد النسبة لي فيجيتا، يعني كيساوي لا برودكتيفيتي بروت موا ار كتعطينا لا برودكتيفيتي نت. très bien. غنعطيكم دابا التطبيق العددي وغنقلو عندكم في الدفاتر. دونك بي ان Pn égale à donc Pn égale à Pb tu sais Pb à l'intégrie de coulis moins naqis R naqis taqa li mchat lina dat lina ftenafus.
PB moins R. C'est-à-dire que là, PB égale à 243 fois 7 fois 10 à la puissance 6, les RB. Ou moins 36 fois 5 à la puissance 10, les RB. L'imchat, la respiration. Très bien. عندنا تطبيق العددية غتخرج ليكم 207.1 مضروب في 10^6 كيلو جول. دونك 207.1 فوا 10 على بويسون 6 كيلو جول وغتكتبوها هنايا. تخي بيان. دونك تقدر دير بوز لا فيديو وتنقل هادشي عندك في الوثيقة ديالك من النتيجة اللي خرجات. دابا حسبنا اللي حسبنا دابا هو لا برودكتيفيتي نت بالنسبة لي فيجيتو اولا ديال النباتات. هادشي اللي حسبنا دابا. دابا غنمشيو لمثال اخر غنحسبو لا برودكتيفيتي نت ديال الكومبانيول في المثال القادم. تري بيان. هنايا عندنا كالكول دو لا برودكتيفيتي سكوندير نت دي كومبانيول، يعني لا برودكتيفيتي سكوندير الانتاجيه الثانويه. كما قلنا الانتاجيه الثانويه كتكون فقط عند لي كونسوماتور، عند المستهلكين من الدرجه الاولى والدرجه الثانيه. بالنسبه للانتاجيه الاوليه كتكون فقط عند النباتات. فيما كنتحدثوا على لا برودكتيفيتي بريمير ولا الانتاجيه الاوليه او بارل دي فيجيتو، كنتحدثوا على النباتات. ملي كنتحدثوا على الانتاجيه الثانويه ديما كنتحدثوا على المستهلكين، اللي يقدر يكون مثلا اسد، فأر، كائن حي كيتغذى على مادة عضوية أخرى. تخي بيان. دونك نخلي لكم هاد شوية الوقت فاش تفكروا ولا دير بوز لا فيديو. حنا بغينا نحسبوا لا برودكتيفيتي سكوندير نت. تخي بيان. إلا بغينا نحسبوا هاد لا برودكتيفيتي سكوندير نت كيفاش غنديرو؟ دونك بي اس ايكغال. دونك بالنسبة لهاد لي كومبانيول أو لهاد الفئران شحال ديال لينيرجي تغداو عليها؟ دونك تغداو على 1045 مضروب في 10^3 كيلو جول، اللي كتمثل الطاقة اللي عطاتهم اللي عطاوهم لي بروجيكتور أو لهاد النباتات. عطاو واحد الطاقة ديال 1045 مضروب في 10^3 كيلو جول هاد فئران ديال الحقل. تخيل يعني هاد فئران ديال الحقل زون كونسومي او لا استهلكوا 1045 مضروب في 10^3 كيلو جول. هاد الطاقة كاملة واش استفد منها هاد فئر الحقل ككل؟ واش استفد منها؟ اسكي لا فريمون بروفيتي دو توت لينيرجي؟ اسكي لا بروفيتي؟ واش استفد من هاد لينيرجي كاملة؟ بيان سور كو نو. كما شفنا في الامثلة في الفيديو السابق كاين واحد الجزء من الطاقة كيبيع عن طريق لينيرجي نو اوتيليزي، أي طاقة غير مستعملة. مثلا هاد الفأر، فأر الحقل، إلا مشى يتغدى على النبتة مثلا كيبقاو الجذور يقدر ما يتغداش عليهم حيت كاينين في تحت. يقدر أيضا مجموعة من الأجزاء ديال النبتة ما يقدرش يتغدى عليها كاملة، حيت مثلا صعيبة في الهضم أو قاسحة على الأسنان ديالو، دونك ما غاديش ياكل النبتة ككل. ضروري واحد الجزء غيضيع عن طريق هاد الاجزاء ديال النبته اللي ضاعت. دونك ضياع ديال الطاقه، واحد النسبه ديال الطاقه ضاعت في الاجزاء ديال النبته التي لم يتم استهلاكها. وايضا واحد النسبه ديال الطاقه كتضيع في لي زيكسكريمون، في الفضلات كما قلنا. يعني هاد الكائن الحي كيطرح فضلات وهذا الشيء كيتسمى طاقه، ماده عضويه والمردود الطاقي ديالها راه عنده طاقة معينة. دونك هناك ضياع للطاقة، يا اون بيغت دينيرجي اترافير لينيرجي نو اوتيليزي سو فورم ديكسكريمون ايغالمون سو فورم دي بارتي دو بلونت كي نو سون با كونسومي باغ لو كومبانيون. ايغالمون كاينة واحد لينيرجي كتمشي في لا ريسبيراسيون. كما قلنا بالنسبة للكائنات الحية خاصهم يتنفسوا باش يتحركوا، باش العضلات ديالهم يتحركوا، ايضا باش يقدر انهم يتنقلوا ويتزاوجوا الى اخره. دونك هناك ضياع ايضا للطاقة في الانشطة اليومية ديال هذا الكائن الحي عن طريق التنفس. هذا الكائن الحي الا ما كيحرقش طاقة ما يقدرش يتحرك، ما يقدرش يتنفس، ما يقدرش يمشي يقلب على الاكل. دونك هناك ضياع للطاقة في التنفس.
دونك هاد الكومبانيون خدا هاد الانرجي، ولكن مشات ليه واحد الانرجي لا نون اوتيليزي، ومشات ليه ايغالمون واحد الطاقه في لا ريسبيراسيون. دونك الا بغينا نحسبوا هاد بي اس ا، لا برودكتيفيتي سكوندير نت، انا اخدو اي هاد الانرجي او الطاقه الكامله اللي تغدى عليها، وغنقصوا منها نون اوتيليزي هادشي اللي ضاع علينا، وغنقصوا منها ايضا الطاقه اللي ضاعت في لا ريسبيراسيون، باش اعطينا في الاخير بي اس ان اللي هي اللي كنقلبوا عليها في الاول خاليه. يعني اساسي بي اس ان تساوي هاد الطاقة كاملة ناقص الطاقة اللي مشات في النون اوتيليزي، وأيضا الطاقة اللي مشات في لا ريسبيراسيون، غيعطي أسبق علينا بي اس ا. دونك تخي بيان، غنمرو الآن إلى التطبيق العددي. العددي دونك في اس ا ايغال اي، قلت لها كولور عفوا، ايغال اي اي الطاقة الإجمالية ديال النباتات ناقص نو اوتيليزي الطاقة الغير مستعملة اللي هي هادي، ناقص الطاقة اللي مشات في لا ريسبيراسيون في التنفس. يعني غتبقى لينا في الأخير بي اس ان. دونك نو اوتيليزي هي هادي، ار هي هادي، اي هي هادي. دونك غتبقى لينا في الاخير بي اس ان، ناقصنا نو اوتيليزي و ار، غتبقى لينا بي اس ان. تخي بيان، دونك التطبيق العددي غيعطيكم هاد النتيجة اللي عندكم هنايا، 25.1 x 10 à la puissance 3 kJ، وغتنقلوها عندكم في الدفتر في الوثيقة ديالكم. دونك تخي بيان، دونك اون باس ماتنو او كونسوماتور دو تخوازيام اوردر، دو دوزيام اوردر باردون. كالكولي لا برودكتيفيتي سكوندار نت دي بيليت، سي بي اس دو توب، ماشي بي اس ان، بي اس دو، هنايا عندكم بي اس دو. تري بيان، دونك هاد الكائن الحي اللي هو لو ديليت خاصو يتغدى على هاد الفئة من لي كومبانيون، تري بيان. الطاقة الإجمالية ديال هاد لي كومبانيون هي 22070 كيلو جول، 22070 كيلو جول هي الطاقة الإجمالية ديال هاد لي كومبانيون أو هاد فئران الحقل. بيان سيغ إن باغ دو سيت إنرجي أو واحد النسبة من هاد الطاقة غضيع نو إتيليز، كنمشي لينا كيما شفنا في المثال السابق، إل ني با إتيليز كيما قلنا كيمشيو في الفضلات في زيكسكريمون، وأيضا كيمشي دي بارتي كي نو سون با انجير، يعني بحال مثلا العظام ما يقدرش يسرطهم هاد الكائن الحي، بارتي نو انجير، بحال مثلا الفار وما يقدرش يستافد منه. دونك تري بيان، دونك هاد الكائن الحي ما كيقدرش يتغدى على هذا كامل، مثلا ضروري يبقاو العظام ويبقى مثلا الشعر الى اخره، هذا كيتسمى طاقه اللي ضاعت نو اوتيليزي، دي القيمة ديالها 1087 كيلو جول. هناك أيضا نسبة من الطاقة تضيع في التنفس كما شفنا، هذا الكائن الحي يستعمل الطاقة من أجل التنقل، صياد الفرائس، بناء منزله إلى آخره. دونك هناك ضياع أيضا للطاقة عن طريق حرق الطاقة من خلال التنفس. دونك
Là, on a la productivité secondaire nette. Donc, si on veut calculer la productivité secondaire nette, c'est I. Égal. Pardon. Si vous voulez. Ok. PS2. La productivité secondaire de est égal à I moins la somme de l'énergie non utilisée MU moins R. يعني ديما كناخدو الطاقة المستهلكة ناقص الطاقة الضائعة نو اوتيليزي في الغالي المستعملة وأيضا الطاقة الضائعة في التنفس ديما ناقص وغتعطينا بي اس دو. دونك غنمرو التطبيق العددي بي اس ان بي اس دو باردون ديرها هنا جوج ايكالا اي هادي موان ام اي نو اوتيليزي موان R اللي هي التنفس الطاقة الضائعة في التنفس غتعطيهم في التطبيق العددي 543 كيلو جول 543 كيلو جول باش تكتبوا هاد الشيء عندكم في الدفتر في الورقة ديالكم تكتبوا هاد التطبيق العددي والنتيجة اللي خرجت لكم تخي بيان. دونك هنايا عندنا لو فلو دينيرجي دون ان ايكو سيستيم اولا تدفق الطاقة في الحميلة البيئية. دونك كيما قلنا لا سورس ديال لينيرجي او لا مصدر الطاقة في الحميلة البيئية هي الشمس. عقلوا عليها مزيان لا سورس دو لينيرجي دان ايكو سيستيم سي لينيرجي سولار. هاد لينيرجي سولار او لا الطاقة الشمسية غيستعملوها النباتات لي بروديكتور باش يصايبوا واحد الكتلة حية اللي عندها واحد المردود الطاقة كتسمى لا برودكتيفيتي بروت او لا الانتاجيه الاجماليه. الى حيدنا منها الطاقه اللي مشات في التنفس في لا ريسبيراسيون غتبقى لينا لا برودكتيفيتي نت اللي هي الانتاجيه الصافيه اللي كنا حسبنا في الامثله اللي قبل. هذه كتسمى الانتاجيه الصافيه هذه كتسمى الانتاجيه الاجماليه. تري بيان. هاد لي فيجيتو او لا لي بروديكتور اللي كيتسمو غير المنتجين غيتغدى عليهم واحد الكائن حي مثلا كما شفنا في المثال السابق فار كونسوماتور دو برومي اور فار حيوان عاشق. دونك كما قلنا الفار ما غاديش يتغدى على النبتة كاملة ضروري غيبقاو الجذور وايضا لي بارتي لي قاسحين او لا كتلقى نبته مثلا قاسحه بزاف ما كتقدرش تهضم. هاد الكائن الحي ما غاديش يقدر ياكلها غطيح في الوسط الطبيعي وغتموت. هادي كتسمى نو اتيليز غير مستعمل بحال الجذور اللي كاينين في التلج ما يقدرش يتغدى عليهم الفأر. لي بارتي كي نو سون با كونسومي بار لو كومبانيون. تري بيان. نفرضوا انه هاد الفأر قام بأكل هاد النسبة طيب خلها الأنبوب الهضمي ديالو ضروري واحد الجزء اللي نو أسيميل اللي كيضيع في الفضلات نو أسيميل إكسكريمو يعني ما تهضمش أصلا إكسكريمو غيضيع في الفضلات خايبين إكسكريمو نو أسيميل هادشي اللي كيضيع في الفضلات. دونك غتبقى لينا هاد النسبة هادي مشات في الفضلات هاد الجزء من الطاقة مشى في الفضلات وأيضا واحد الجزء غيمشي في التنفس أو لا لا ريسبيراسيون اون اوتر بارتي كتمشي في التنفس باش هاد الكائن الحي يتحرك خاصو يتنفس ويحرك الطاقة. دونك غتبقى لينا لا برودكتيفيتي نت سكوندير أو لا الإنتاجية الصافية هي هاد اللي بقات لينا. دونك الانتاجيه الصافيه هي اللي بقات لينا وهذه هي اللي غتغدى عليها واحد الكائن اخر لاحق كما شفنا غيتغدى على هذا
الجرة الحقل هذه الفأرة غتعود عليه كائن لاحم. تخيل بيان سور عاوتاني غتمشي واحد النسبة نو اوتيليزي في لينيرجي نو اوتيليزي، مثلا هاد الكائن الحي ما غاديش يتغذى على العظام وعلى الفرو وعلى شحال من حاجة، يعني هناك ضياع أيضا للطاقة في هاد المرحلة. دونك غتبقى لينا لا برودكتيفيتي بروت بيب او الانتاجيه الاجماليه. نو باردون، غتبقى لينا واحد لا بارتي ديال الانرجي، ايضا واحد لا بار غتمشي في النو اسيميلي. كما قلت لكم ما غاديش يمكن انه هاد الكائن الحي يهضم الكائن الحي كامل، ضروري غيكونوا فضلات، دونك ضيع عليه الطاقه ايضا في الفضلات اكسكريم. وفي الاخير هاد لي اكسكريمون او الفضلات، دونك ضيع عليه الطاقه في الفضلات اكسكريمون. وفي الاخير غتبقى لينا لا برودكتيفيتي. دونك واحد لا بار ايضا ديال الانرجي غتمشي في لا ريسبيراسيون في التنفس كما قلنا. وغتبقى لنا في الاخير لا برودكتيفيتي نت او الانتاجيه الصافيه، يعني من بعد ما كتمشي الطاقه في لا ريسبيراسيون، ومن بعد ما كنحيدو الطاقه اللي مشات في النو اسيميلي، ومن بعد ما كنحيدو الطاقه اللي مشات في النو اوتيليزي، كتبقى لنا الانتاجيه الصافيه. تخيلي هذه هي الانتاجيه الصافيه كما شفنا هنايا. الانتاجيه الصافيه هي هاد النسبة. très bien. donc l'énergie صافية هي هاد النسبة بالنسبة ل C2، وهي هاد النسبة بالنسبة ل C1، وهي هذه بالنسبة ل producteur. donc comme conclusion أو لك استنتاج، اش كتستنتجوا هنايا؟ واش عندنا هنايا ضياع للطاقة أو الحفاظ على الطاقة عندما ننتقل من مستوى غذائي إلى مستوى غذائي آخر؟ بطبيعة الحال هناك ضياع للطاقة. كنبداو لا برودكتيفيتي بغيت شوية كتنقص كتولي برودكتيفيتي نت، هنايا عاوتاني كتنقص برودكتيفيتي نت، وهنايا عاوتاني كتنقص أكثر برودكتيفيتي نت. دونك انطلاقا من هنايا نقدروا نشكلوا واحد الهرم. اذا حاولتوا ديروا واحد الخط هكا يخرج لكم هرم ديال الطاقه. دونك هنايا عندكم القمه لو سومي، وهنايا عندكم لاباس او لا القاعده لاباس. دونك هناك ضياع للطاقة من لي بروديكتور لي كونسوماتور دو دوزيام اوردر او لي كونسوماتور دو تخوازيام اوردر، سا ديبون دو لا شين اليمونتير. دونك اون اوبسيرف كو لينيرجي ديمينو، نلاحظ ان الطاقة تتناقص من مستوى غذائي الى اخر. جزء من هذه الطاقة، une partie de cette énergie est perdue par la respiration، يضيع في التنفس. التنفس اللي هو كيمكن الكائن الحي من التحرك والقيام بالأنشطة الجسدية. une autre partie de cette énergie est perdue car elle n'est pas elle est non elle est. Elle est non utilisable par l'être vivant. Donc, à ce que ce soit le fakran, طاقة غير المستعملة من طرف الكائن الحي. نو اوتيليزابل كما شفنا ان الكائن الحي مثلا عندنا واحد
الاسد مثلا فاش غيشد واحد البقره مثلا ما يقدرش يتغدى عليها كامله، ضروره غيبقاو العظام، غيبقاو القرون، غيبقاو الرجلين، غيبقى شحال من حاجه. هذه كتسمى نو يوتيليزابل، يعني ضياع للطاقه. وايضا هناك ضياع للطاقه في لي زيكسكريمون، في الفضلات الى اخره. لذلك عندنا اون بارت دينيرجي دان نيفو تروفيك ا ان اوتر. دونك هذا فيما يخص هذا الجزء من الدرس. دونك واشكركم على متابعتكم.